يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حلف باللات والعزى قال قل لا إله إلا الله، فهل هذا دليل على أن قائله يكفر وأن قول لا إله إلا الله من تجديد الإسلام، أم أنه من باب الكفارة لهذا الحلف بغير الله؟ كفارة، هذه كفارة وتطهير، حصل هو حصل منه الشرك، الشرك أصغر بالحلف بغير الله، والشرك يطهره التوحيد، يطهره التوحيد الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم.